وصباحات عمانية سعيدة أكيد نتمناها دائما تكون بالقرب منكم مستمعينا وأيضا متابعينا. مثل ما شهدنا بالأمس واللي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي عن افتتاح المنصة الإلكترونية الوطنية للتعليم الصحي، أكيد الأغلب بيدور في ذهنه وفي خاطر مجموعة من الأسئلة حول هذا الافتتاح وأيضا حول هذه المنصة. كافة التفاصيل بإذن الله تعالى راح تكون ويا دكتور هود العبري نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية بالمجلس العماني للاختصاصات الطبية. بداية دكتور نصبح عليك ونقولك صباح الخير. أهلا وسهلا، صباح النور، حياكم الله وشكرا جزيلا لإذاعة الشبيبة والقائمين عليها. صباحك سعادة يا رب دكتور. وبداية حابين نتعرف على هذه المنصة، المنصة الإلكترونية الوطنية للتعليم الصحي، ما هي محتواها يا ترى؟ نعم، المنصة الإلكترونية الوطنية للتعليم الصحي هي منصة إلكترونية تهدف لرفع كافة المعلومات الصحية لكافة العاملين الصحيين والممارسين الصحيين بالسلطنة. هي طبعا من أحد المشاريع الاستراتيجية للمجلس في خطة 2040، وبدأ العمل في المشروع في عام 2018 كأحد المشاريع الاستراتيجية، وتم تطويره وإدارته طبعا الحمد لله بواسطة فريق وطني متكامل بنسبة 100% من موظفين المجلس الذي تم تأهيلهم وتدريبهم لإدارة هذا المشروع. طبعا مع كما تعلمون يعني مع وجود الجائحة، جائحة كورونا سارعت من مثل هذه البرامج والمنصات، والحمد لله كنا نحن سباقين في أن تكون هذه المنصة جاهزة لتقديم ما هو مهم للأطباء المنتسبين للتدريب في برامج المجلس، وكذلك الأطباء الممارسين الصحيين في كافة المؤسسات الصحية. وبالتالي الحمد لله إلى الآن يعني استطعنا أن نرفع عدد من الدورات التدريبية في هذه المنصة ما يزيد عن 10 دورات تدريبية، وقد شارك إلى الآن تقريبا ما يزيد عن 700 ممارس بينهم متدربين من المجلس وآخرين من كافة الفئات الطبية المختلفة. إضافة إلى أن طبعا الفترة الماضية بسبب ما ألقت به الجائحة من ظروف معينة تمنع اللقاءات والاجتماعات، فقد تولت المنصة العديد من اللقاءات المرئية مع ذوي الاختصاص فيما يتعلق بجائحة كورونا، وهدفت إلى نشر العلم المرتبط بهذه الجائحة وآلية الدراسات الحديثة التي تم نشرها. إضافة إلى طبعا أن المنصة كانت هي المكان الذي تم رفع البرامج التعريفية ببرامج المجلس خلال السنة الأكاديمية الماضية، وبالتالي تم يعني رفع البرنامج التعريفي عبر المنصة لكافة البرامج بما في ذلك البرنامج التأسيسي العام. هذا لم يكن ليتأتى لو لم تكن المنصة جاهزة بحمد الله منذ فترة. وهذا طبعا ملخص عام عن المنصة وأهدافها. فهي منصة شاملة تهدف لنشر العلم، نهدف من خلالها أن يكون العلم متاح لكل متدرب ولكل متعلم يهدف إلى أن يكون لديه مكان يلجأ إليه في التعليم المستمر، وكذلك في المراحل القادمة إن شاء الله نهدف أن تكون هذه المنصة أيضا منصة تثقيفية لكافة المجتمع بما يتعلق بالمجال الصحي. نعم، إذن هي مساحة مفتوحة أكيد يعني دكتور لكل من حاب أن يدخل في هذه البرامج المتخصصة بالطب. السؤال اللي يطرح نفسه أيضا دكتور هود، هل هذه المنصة فقط خاصة بالأشخاص ذو مجال الطبي أم هي متاحة للجميع؟ في مراحلها الأولى كما ذكرت طبعا هي طبعا متخصصة بالمجال الطبي، نعم، لكن أيضا نهدف في المراحل المتقدمة فيما بعد
أن تكون أيضا منصة تثقيفية إيمانا منا وإيمانا من المجلس أن الوقاية خير من العلاج. نعم. وبالتالي المجتمع إن وجد الثقافة المناسبة والمعلومات الصحية المقننة بالتالي يستفيد وتصب فيما قلت في البداية أن الوقاية خير من العلاج. بالضبط. اليوم ما شاء الله يعني الشعب دكتور حاب أنه دايما يستفيد ويطلع على ما هو مفيد بالنسبة له من خلال دخوله في منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. التحديات والصعوبات اللي واجهتكم من خلال هذه المنصة؟ هو في الحقيقة طبعا هذه المنصات وهذه البرامج في بدايتها طبعا قبل أن تتسارع عملية تواجدها كانت فيها تحديات من بسبب عدم وجود يعني التكنولوجيا المناسبة لها وطبعا تأهيل أو وجود الكوادر المؤهلة التي تقوم برفع وتحويل المحتوى العلمي من محتوى كما يقدم سابقا في الصفوف إلى محتوى إلكتروني. وطبعا هذا يحتاج إلى تدريب كوادر وكذلك تدريب أطباء وآخرين من الفئات الصحية حتى يقوموا بصياغة المحتوى ومن ثم رفعه على هذه المنصات. إضافة إلى ما أيضا نشهده الآن من طبعا وجود التقانة التي تؤهل المستخدم أن يلج إلى هذه المنصة في أي مكان. لابد أن تكون هناك أجهزة متوفرة عند كل متدرب أو طالب بهذه الخدمة وأيضا لديه التكنولوجيا الاتصالية المناسبة. نعم. ودائما أقدر أقول يعني هذه الجائحة خلت الواحد اللي ما يعرف تكنولوجيا على طول يدخل في تفاصيلها الدقيقة. إذا أيضا نتكلم مع دكتور عهود عن الافتتاح اللي إن شاء الله راح يكون بعد دقائق معدودة. نعم. بالنسبة للحفل الافتتاح طبعا ارتأينا أن يكون متزامن مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني 50. نسأل الله لعمان نهضة مباركة بقيادة صاحب الجلالة السلطان هيثم حفظه الله ورعاه، والذي أيضا أكد في حديثه أمس في مجلس الوزراء على أهمية مواكبة أساليب ووسائل التعلم الحديثة والتعلم عن بعد، والذي هو طبعا مضمون هذه المنصة. الافتتاح سيبدأ بعد قليل تحت رعاية معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة رئيس مجلس الأمناء بالمجلس العماني وبحضور سعادة الدكتور هلال بن علي السبتي الرئيس التنفيذي للمجلس وكذلك حضور الدكتور جين جاكوب تابور ممثل منظمة الصحة العالمية في سلطنة عمان. نعم. الافتتاح سيكون مختصر، للبدء سيكون بكلمة من سعادة الرئيس الدكتور هلال، ثم سيليه عرض للمنصة والمشروع، فيما بعد سيتم إطلاق الهوية البصرية للمنصة الإلكترونية والتي تم إطلاق اسم تبيان ليكون اسما لها، وبعد ذلك سيتم تكريم القائمين على هذه المنصة الذين عملوا في هذا المشروع. نعم. تبيان هو اسم جميل طبعا، ارتأينا أن تكون تبيانا لكل متدرب ومتعلم ومتثقف في المجال الصحي، وأيضا شعارها أن تكون تبيان تعلم للصحة دون حدود. أنا سبقتني يعني دكتور كنت حاب أطرح عليك ليش سموها تبيان ولكن سبقتني بالإجابة. إذن أكيد دكتور هود نحن نشكرك لإتاحة الفرصة والحديث عن هذه المنصة بما تحتوي من تفاصيل، وختاما إذا في كلمة أخيرة قبل أن نختم بهذا اللقاء في الكلمة معك. نعم. طبعا الشكر لكم أيضا على تسليط الضوء على هذه المنصة وأشكر جميع القائمين على هذا العمل. هذا عمل طبعا إن شاء الله له من الخير الكثير وسيعم خيره وسيبقى يخدم القطاع الصحي والممارسين الصحيين. وفي في هذه السانحة أيضا أود أن أشكر كافة العاملين الصحيين كونهم خطوط الدفاع الأولى، وهذه مساهمة من المجلس لهم بحيث تكون لهم رافدا
خلال عملهم والتزامهم بالعمل في الميادين المختلفة لمجابهة جائحة كورونا في هذه الوقت. وأسأل الله العلي القدير أن يذهب عن عمان كل بلاء ووباء، وأشكركم جزيل الشكر وجزاكم الله خير. أمين يا رب العالمين. شكرا لك دكتور، وتحياتي أكيد للفريق المختص بهذه المنصة. الشكر لكم وأهلا وسهلا. شكرا لك.